حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقده فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان